وللحديث أكثر بشأن إحصائية قسم حقوق الإنسان لشهر كانون الثاني الماضي من ناحية الاعتقالات، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين من إسطنبول. دكتور عبد الحميد، سلام الله عليكم. يعني لنبدأ أولا من حملات الاعتقال، لكن أليس غريبا دكتور أن تحل محافظة ميسان من حيث الاعتقالات المرتبة الأولى؟ أليس غريبا خاصة أن الإعمار من المحافظات الآمنة نسبيا، لماذا هذه الحملة من الاعتقالات في تلك المحافظة؟ تفضل دكتور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والجميع الكرام. لا بد من التأكيد أولا على ما جاء في هذا البيان ويأتي مؤكدا عليه في كل بيان مثل هذا النوع، وهو أن هذه الأرقام وهذه الإحصائيات لا تعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع، وإنما هو فقط رصد للمعلن. طيب. وبالتالي فإن الأرقام الحقيقية الموجودة في من اعتقالات وما يصاحبها من حملات هي أكبر من هذا بكثير جدا. طيب. أما تحديدا عن سؤالك، فإن هذا يدلل على أن لا يوجد منطقة في العراق هي آمنة، وإنما ما يسمى بالأمان أو الهدوء هي قضية نسبية، وإلا فأي معارض في هذه الحكومة، أي من يتكلم ويتحدث وينتقد وربما يبين حقائق الفساد والانتهاكات وما يجري في العراق من مفاسد وغيرها هو معرض لمثل هذه الانتهاكات، فلا يوجد أحد في أرض الرافدين اليوم أو بمنأى عن هذه الاعتقالات أو هذه الانتهاكات التي باتت سجلا أسودا في تاريخ العراق. دكتور، إذا ما انتقلنا إلى عمليات الاعتقالات التي تجري والحصار الذي يجري على قضاء الطرمية، يعني الحكومة أعلنت أنها قد انتهت من تنظيم الدولة، لكن بالأمس أعلنت القوات الحكومية حظرا للتجوال في قضاء الطرمية. هل هناك غايات أخرى بالنسبة لحزام بغداد غير التي نعرفها دكتور عبد الحميد؟ طبعا إذا كان الجامع بين هذه الاعتقالات في كل مناطق العراق هو الانتهاكات وهو محاولة تفرد هذه الحكومة وأجهزتها بمسك زمام السلطة بيد من حديد، فإنها هذه تتنوع من منطقة إلى أخرى بحسب الغايات التي تريدها أو تسعى إلى تحقيقها هذه الأجهزة الحكومية والمرتبطة بها من ميليشيات وأيضا من المشروع الإيراني، وتحديدا حزام بغداد هنا هنالك كما هو معلوم مشروع منذ سنوات تعمل عليه هذه الميليشيات وإيران بشكل معلن أو يكاد يكون معلن، وهو تغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق، ولذلك نرى أن هنالك عدة محاولات بأساليب متعددة لتحقيق هذا الهدف، منها الاعتقالات التعسفية لأهالي هذه المناطق تحت ذرائع شتى، وأسهل سريعة هي اليوم متوفرة هو الإرهاب والانتماء إلى الإرهاب أو المجامع الإرهابية وغير ذلك، فهذا كله يصب في هذه الغاية وهي إجبار أهل هذه المناطق على تركها لتغيير التركيبة السكانية فيها وإحلال غيرهم مكانها. طيب دكتور، يعني بعد الاعتقالات تجري يعني أخذ الاعترافات تحت وطأة التعذيب، لكن هنا السؤال، الأمم المتحدة لا تتدخل على الأرض، لا تحسم موضوع ملف التعذيب بالسجون والمحاكمات غير العادلة في العراق، يعني إلى متى يظل الصمت يخيم على المنظمات الدولية فيما يجري في العراق دكتور؟ طبعا كل نوع من أنواع الانتهاكات المسجلة عالميا هي موجودة اليوم في العراق، يعني لم يترك العراق والأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها لم يتركوا نوعا من أنواع الانتهاكات إلا وارتكبوه، بل زادوا عليه أنه هذه الانتهاكات أحيانا تكون مركبة بحيث في الإنسان الواحد البريء، الإنسان العراقي البريء ربما تتم انتهاك حقوقه من أكثر من جهة، والمصيبة الأعظم أن المجتمع الدولي في كله يعلم بهذه الانتهاكات وعلى رأسه الأمم المتحدة بوثائق تصله من عدة جهات بما فيها الأجهزة المندوب أو منتدبين من هذه المنظمة الأممية، لكن كما قلت ونقول دائما أن هنالك صمتا، هذا الصمت يكون يتحول إلى ضوء أخضر بهذه الأجهزة الأمنية للمضي في هذه الانتهاكات، ولا سيما حينما تدعم هذه الأجهزة أو هذه المؤسسات الحكومية ويغض الطرف عن كل هذه الانتهاكات، وبالتالي تكون هذه المنظمة الأممية
كمظلة تستر أو تشجع هؤلاء المنتهكين وهذه الجهات. الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لكم.